يحتاج وضعية تسلل والهدف الأول. الهدف الأول لصالح دفاع دجنانت لما تضيع الفرص تتلقى الأهداف. إلى غاية الآن بعد مرور 49 دقيقة كرة وهرانية التوزيعة من هناك خطيرة. بوشار يتمكن من تعديل النتيجة. ناحية فهام بوعزة، فهام بوعزة والكرة الطويلة دائما البحث عن رشيد ناجي، رشيد ناجي ناجي والهدف الثاني، ناجي والهدف الثاني لصالح مولودية وهران بعد خطأ فادح في دفاع تجنانت. شفنا هذا الخطأ الفادح من جانب اللاعب فرلول سلوسي، ما تمكنش من هذه الكرة، كانت كرة في العمق ربما حتى دخول شيبان منح الإضافة اللازمة للاعب رشيد ناجي، إضافة أهداف أخرى حتى والانطلاقة أخرى من بوعزة. بوعزة خطيرة الكرة، هدف ملعوب بشكل جيد.